في لطيف صغير وكبير جديد وقديم أربعة سريع سرير حواري خفيف مواضيع وتخفيف ما هو أصله ضيف لطيف صغير وكبير جديد وقديم أربعة سريع سرير الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة سريع سرير مزيكا وفنون الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة سريع سرير أربعة سريع سرير يوم الأربعاء كده في الأول الشارع يبقى هادي بعد شوية يبقى زحمة يا أهلا يا أهلا يا أهلا أتمنى تتبسطوا عندنا النهاردة في أربعة شارع الشريف. أول حاجة هنتكلم عليها النهاردة مع هيرو بيبي هنتكلم عن مشكلة بيعاني منها كتير من الأطفال الرضع، بنلاقيهم عندهم إمساك قشط ارتجاع كل الكلام ده هنتكلم عليه النهاردة بالتفاصيل ونتكلم عن التغذية السليمة مع الرضاعة الطبيعية وفقرة هيرو بيبي النهاردة هتشرفنا فيها أستاذة دكتورة سناء يوسف أستاذ طب الأطفال بكلية طب جامعة عين شمس. بعد كده عندي عيد ميلاد ل 18 من أصحابي الصغيرين جايين يحتفلوا معانا النهاردة معايا أنا وهمته بعيد ميلادهم هنعمل لهم حفلة هتعجبهم قوي 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 قوي. خلينا نشوف فاصل بعد الفاصل نرجع نتكلم عن تغذية الأطفال مع هيرو بيبي خليكم معانا لو سمحتوا. ازيكم؟ انت ما بتسقفش ليه؟ ايوه كده سقف. اهلا. انت مش بردانه؟ لا عادي كده ده احنا متلجين كلنا. ازيكم يا اولاء الامور؟ اهلا وسهلا. اسلام. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ وانت مش بردان؟ بالشورت ده؟ ايه الحلويات دي؟ عاملين ايه؟ والله وانا مش بردان، انتوا وحشنا والله. طيب خلينا نرحب كده بكل الناس اللي معانا النهارده وجايين يحتفلوا بعيد ميلاد ولادهم. وبناتهم عندنا في أربعة شارع الشريف وتحية كبيرة ليهم. والنهاردة طبعا العيد ميلاد برعاية همتو أو لما نقول همتو يبقى أحلى حلويات موجودة في مصر. خلونا كده نتعرف على صحابي اللي النهاردة معانا وحنبتدي بنور وحلا. أهلا وسهلا نور إسلام وحلا إسلام، سقفوا لهم. انت نور؟ أوه. زكي يا نور؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت كويسه؟ الحمد لله. انت عارفه انا باباكي بحبه جدا، عارفه السبب؟ لا مش عارفه السبب. طيب هو نور وحلا باباهم من ضمن سكان أربعة شارع الشريف، هو من الناس اللي انا بعزها جدا من اول يوم جيت هنا القناه، هو بقى بيعمل لنا حاجات ليها علاقه بالاضاءه بالكهرباء بتاعت الشارع وبالديكور بتاعت الشارع وانا بغلبه. هو بيغلبكم في البيت؟ لا هو طيب. والله ده بقى بيجي بقى يقعد يقول لي العيال مغلبيني العيال مغلبيني، تخيلي. وانا اقول له لا حرام يا اسلام دول طيبين خالص، يقول لي لا 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 يا استاذ شريف دول مغلبين. انتوا مغلبينه في ايه بقى؟ ما اعرفش. لا انت قولي لي بتعملوا ايه وحش؟ ممكن عشان بنطلب حاجات كتير. بتطلبي ايه مثلا؟ حاجات حلوه. حاجات حلوه عندنا همت يجيب لك حاجات حلوه. وايه غير الحاجات الحلوه؟ مثلا لبس. لبس؟ ما انت شكلك متقامه النهارده. طيب ما نشوف اختك. وانتي بتعملي ايه في ابوكي؟ ده انتي شبهه خالص. اخبارك ايه؟ الحمد لله. انتي في سنه كام؟ تانية اول. انتي شاطره في المدرسه ولا نص نص؟ بصراحه شاطره. طب دلوقتي باباكو ساعات بيشتكي منكو، انتوا بتشتكوا منه؟ بيقول ان انتوا بتعملوا حاجات مش حلوه. هو بيعمل حاجات مش حلوه؟ امال هو ليه بيقول عليكوا كده؟ يعني نعاقبه دلوقتي؟ تحبي نعاقبه؟ ما
وانا ممكن اعاقبه لك دلوقتي. لا. انا اي حاجه بقولها له بيعملها. تخيلي انت تطلبي منه اي حاجه دلوقتي هيعملها. نفسك في ايه؟ ها نور، نفسك في ايه؟ قولي بس نفسك في ايه هيحققه لك دلوقتي. اسمعي كلامي، دي فرصه. ها عايزه ايه؟ عايزه فلوس، عايزه لبس. فلوس. فلوس؟ عايزه كام؟ المبلغ اللي هتقولي هيطلعيه من جيبه. ها 20 جنيه. بقول لك 20 جنيه وانت حضر ال 20 جنيه. عايزه ايه؟ عايزه فلوس، عايزه شوكولاته، عايزه ايه؟ عايزه لبس. عايزه ايه؟ لبس. لب لب لبس. ما انت لابسه لبس حلو. مين اللي منقل لك اللبس الحلو ده؟ ماما. ماما؟ وانت مين منقل لك اللبس الحلو؟ ماما. طب يلا نروح عند بابا بقى عشان ياخدكم حضن قوي قوي. سقفوا لهم لو سمحتوا. ده طلع حنين اهو. اقول لهم اسمك؟ هم عارفينه. هم عارفينه؟ سلاب. اه بحسب بيقول لك هم عارفينه النهار اسمح. لا بس بقول لكم ايه؟ طيب بابا السنه اللي فاتت فاكرين اتعور بقى هنا وقت كان في الشغل وتعور. عملتي ايه ما اتعور وراسه اتفتحت؟ انا كنت رايحه الدرس. وبعدين رجعتي لقيتيه بقى ايه؟ متبهدل خالص؟ كنت عيطت. عيطتي وانت عملتي ايه؟ تعيط. عيطتي برضه؟ هو بقى زي الحصاد. انتوا عندكم اخوات تانيين؟ اه. مين؟ هنا. وفين؟ البيت. وعندها كام سنة؟ تلاتة. بابا بياكل كتير؟ مش قوي. مش قوي؟ اه. غلبان غلبان. بابا غلبان؟ ده مش غلبان. تدي له 20 جنيه؟ هتدي له 20 جنيه؟ اه ادي له 20. لا في البيت اما تروحوا بقى. يلا حيوه. اتفضلوا. اتفضل يا استاذ حسين. اهلا وسهلا. طيب عايزين مروان محمود حمدي. اهلا وسهلا يا استاذ مروان. ايه الحلويات دي؟ اخبارك ايه؟ كويس. عاجبني لبسك قوي. مين اللي مختاره؟ مام. هي فين؟ ما اه اللي نقول اسمه ولاده يطلع على طول هنا. انت لابس بقى حاجات غريبه قوي. لابس شورت ولابس قميص ولابس عليهم جاكيت بفرو وكابيشون بفرو. فمن نصك التحتاني صيفي مصيف ونصك الفوقاني مشتي. ده معناه ايه بقى؟ مش عارف. بس هو شكلك حلو كده بصراحه. انت عندك كام سنه؟ 6. 6 يعني. انت شاطر في المدرسه؟ دي ماما؟ ماما بتشتغل ايه؟ دكتور. دكتور ايه؟ بتدي حقن؟ اه. بتدي حقن؟ لا بتدي العلاج. علاج ايه هو بقى العلاج ده؟ مش عارف. طب انت ما سالتهاش؟ طب اسالها انت دكتورة ايه كده؟ اسألها. بص لها واسألها. عارف. ايه؟ دكتور. دكتورة. دكتورة ايه؟ انا صيدلانية. صيدلانية؟ يعني بتاعت أدوية. صح؟ عندكم أدوية كتير في البيت. ماما معاها فلوس كتير من الأدوية؟ بتحط الفلوس فين؟ بتحطها في الشنطة. في الشنطة؟ وأنت عارف شنطتها فيها كام؟ لا. مش عارف شنطتها فيها كام. طب أنت عندك إخوات؟ آه. مين؟ ماريا. ماريا. ايه اكتر حاجه بتحبها في مامتك؟ عشان هي بتلعب معايا كل شويه. تلعب معايا كل شويه ما بتغلس عليك حسب تقع. طب ايه اكتر حاجه مش بتحبها في مامتك ونفسك تغيرها؟ مش تغير مامتك، تغير الحاجه. محدش بيغير مامته. ايه الحاجة اللي في مامتك نفسك تغيرها؟ انها كل حاجة ما تخلفهاش. كل حاجة ما ايه؟ ما تخلفهاش. ما تخلفهاش؟ يعني ايه؟ ما تخلفش وعدها. ما تخلفش وعدها. هي بتخلف وعدها؟ كتير؟ قالت لك على ايه وخلفت وعدها فيه؟ مرة قالت لي اروح عند سجدة وما ودتنيش. سجدة مين؟ صاحبتي. صاحبتك؟ انت عندك صاحبة؟ وانت قلت لماما انت كان عايز اروح عند صاحبتي وقالت لك لا؟ عايز لي هوديكم ما ودتنيش. تفتكر مامتك بتغير من صاحبتك؟ لا مش عارف. طب ما تسالها. اسالها كده بص لها. انت ما ودتنيش ليه؟ قول لها ما ودتنيش ليه. اكيد كان في كده بتقول لك. طب هقول حاجه تانية غير الموضوع ده. هي مره قالت لي اوديك الملاهي وما ودتنيش. قالت لك مره هوديك عند سجده وما ودتكش، ومره هوديك الملاهي وما ودتكش، وايه كمان؟ ومره قالت لي ها بكره هجيب لك لعبه وما جبتهاش.
طب تعال نروح عند أهلها تفاهم بقى في الموضوع. هي بتضرب أو بتزعق؟ ما بتزعقش، دي أهم حاجة، ولا بتضرب ولا بتزعق. فالحاجات التانية ممكن نغفرها لها. تعال أنت أهو روح لها قول لها بعد كده لما تقولي لي على حاجة تنفذيها، اديها بوسة وحض. إحنا عايزين نتفق على حاجة دلوقتي. إزاي هتبص هترجع لي ورا؟ إحنا لما هنقول حاجة هنعملها لأولادنا لازم إيه؟ ننفذها، يا إما نقول لهم مبرر أو سبب لعدم تنفيذ الشيء. يس دي اللي بتحصل. ما هو مش بيقتنع، هو بيتخيل ان انا ما عملتش الحاجه. يعني هي 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 انت بتطلب الحاجه هي مش بتعملها، بس هي بتقول لك السبب صح؟ لا مش بتقول لي حبيبي لا انا حقيقي انا فاكره اني بقول لك لا. يعني اخر موقف، لا نقطه نظام بقى، اخر موقف كنت عايز تروح عند ليان صح؟ وما رحتش. ما رحتش ليه؟ عشان هم جه عندهم ناس تزورهم في نفس الوقت، فانت كنت عارف. بقول ان انت كنت بتخلفي وعدك ومش وبتحكي عليا ومش بتقولي لي. يعني يا مروان انا بقول لك بس حقيقي، وانت متضايق انت عصبي زيي فمش بتسمع انا بقول ايه، فبننتهي للنتيجه اللي احنا فيها دلوقتي دي. لا بس انت مش بتقولي لي ايه السبب. حقك عليا يا مروان، انا غلطانه اوعدك يعني انه المرة دي هنفذ وعدي واشرح لك انا مش بنفذ وعدي ليه، او انفذ وعدي يعني زي الناس الكويسين اتليست. هي في كل الحالات انت كويسة ومرتين انت اعتذرتي له، بس انت بعد كده لازم تفهميه بالتفاصيل. بقول له احنا اكتر شخصين رغيين في البشرية. امال هو ما هو زعلان اهو، طب نعمل ايه؟ هو بس متأثر تلاقي في حاجة دلوقتي في دماغه عايز ينفذها. دي خطة. دي انت عامل خطة؟ لا دي خطة صدقني وبيستغلك. هي ماما بقول لك ايه، مامتك شريرة طيبة بس هي بتقول عليك ان انت شرير وعامل خطه عشان he's too smart. يعني هو مش شرير، انت ذكي قوي. طب بقول لك ايه، حضن بقى كبير لماما يلا كده، وبعد كده اي حاجه هيقولها هنعملها يا اما نعملها يا اما نقول نشرح السبب. سقفوا لهم. شكرا شكرا شكرا. تريح ده انت مش سهل خالص. طيب عايزين مازن محمد حسن. اهلا يا استاذ انت مازن. ازيك يا مازن؟ وموقف كده وانت بتكلم عشان اشوفك. ازيك يا مازن؟ كويس. ايه ده؟ ده طبيعي؟ اه. يا الله، طب وبتقصه ليه؟ انت عارف انا لو شعري زي شعرك ممكن يعني اسيبه لغايه فين؟ لغايه الارض، ما عنديش مشكله. يعني اخد شعرك وتدي اوديك شعري؟ عايز تاخد شعري وتديني شعرك؟ لا. طبعا اه، ما انت قلت لي كده في الاول، وانت رجعت في كلامك، انا كده زعلان. ده بابا؟ لا. امال فين شعره؟ لا هو عشان بيحط جل كتير. عشان بيحط جل كتير. يعني هو بابا زمان كان زيك؟ شفت صوره وهو قدك؟ انت عندك كام سنه؟ 8. بابا كان كده؟ اه. وبعدين لما اتجوز ماما حصل له ايه؟ بقى كده؟ ايه لا بعد ما حط جل كتير هو فيه. يعني السبب الجل ولا ماما؟ لا سبب الجل. ومين اللي كان بيجيب له الجل؟ ماما. هي كده يبقى هي قضه. اه وانت بقى طلعت ناصح ما سمعتش كلام ماما وما حطيتش سجل في شعرك. لا صعب بحط حبه صغيرين. حد يبقى شعره عامل كده؟ خلقه ربنا الله اكبر عليك، ده جميل. خمس في وشي. خمس في وشي ازاي؟ مش عارف يعني ايه. لا اشرحها له ازاي. خمس في وشي يعني اعمل كده في وشي. ايوه عشان ما احتدكش يعني، عشان انت شعرك حلو. بابا بيشتغل ايه؟ محاسب. اه ده معاه فلوس بالهبل بقى. اه بالهبل عشان كده عنده كرش. وماما بتشتغل ايه؟ بشتغل مدرسه رسم. ما بتدريش دروس خصوصيه؟ لا بتدي؟ لا بتشتغل مدرسه رسم. بتشتغل مدرسه رسم فبتديش خد دروس خصوصيه؟ اه بترسم. ولا مدرسين الرسم بقى يدوا دروس خصوصيه؟ لا بيرسموا عادي. بيرسموا عادي. ومين البنت دي؟ دي رؤى. دي رؤى. رؤى ازيك يا رؤى؟ بونسوار. ما هي متضايقه كده ليه؟ لا ما هي مكسوفه. مكسوفه؟ انت مكسوفه؟ طيب ايه الحاجه اللي نفسك تغيرها في بابا وماما؟ لا ما فيش. كل حاجه حلوه؟ ما فيش حاجه نص نص؟ لا. طب ايه احسن حاجه فيهم؟ كلهم. هم قالوا لك تقول كده؟ لا. يا ما قالكش تقول كده. اه طيب ايه يعني؟ مفيش بيزعقوا بيضربوا؟
بيتخانقوا طب هما مع بعض بيزعقوا لبعض ما تبصيلوش بصيلي انا ها لا بايه بيتخانقوا بيزعقوا بعض بيزعقوا بعض بيزعقوا لك بيزعقوا لي انا جوايا اه في حاجات اهو في بلاوي طلع اللي جواك احنا هنا نحب نيجي نفضفض يعني ماما وبابا بيزعقوا لبعض اه بيزعقوا لنا احنا كمان وبيزعقوا لكم انتوا كمان ايوه كده خلينا كده واقعيين ايه اكتر حاجه بيزعقوا لبعض فيها يعني بيتكلموا في كلام بيتخانقوا فيه بيتكلموا في كلام ايه بيتخانقوا فيه ايه زي ايه بقى ما اعرفش ما ينفعش تقول عشان احنا على الهوا صح ما اعرفش طب وانت بتتدخل لا طب هل في مره من كتر ما قعدوا يزعقوا انت دخلت قفلت على نفسك الاوضه وحطيت المخده على راسك كده عشان مش عايز تسمع لا او سديت ودانك بايديك لا انت عايز تسمع اه لا ما تكلمنا انا بسد ودانك بتسد طب بقول لك ايه بيصالحوا بعض ولا ما بيصالحوش بعض لا ما بيصالحوش بعض يعني هم دلوقتي متخانقين مثلا ولا لا اخر مره اتخانقوا امتى وانا صغير انا كان عندي 6 سنين تقريبا وانت دلوقتي عندك كام 8 يا اخر مره اتخانقوا من سنتين تقريبا طب ده شيء كويس قوي ده شيء كويس تروح بقى تديهم بوسه وحط اه ولا مش مالكش مزاج لا اخر مره حضنت باباك ومامتك وبوستهم كان من قد ايه بقى كتير بقى كتير يعني كذا يوم ولا كذا شهر لا لما يجيبوا لي حاجه انا ببصهم لا يعني انتوا مش كل يوم مثلا ان باباك يرجع من الشغل ياخدك يبوسك ويحضنك اه ولا مش بيعمل كده بصراحه لا بيعمل كده ومامتك بتعمل كده امال انت ليه دلوقتي قايل لي من كتير ما بوسكش ما حضنكش ايه انت لسه دلوقتي قايل انهم بقالهم كتير ما خدتش حضن من باباك ومامتك لا انا خدت حضن ايوه اخر مره امتى ما اعرفش من زمان يعني اه من زمان يعني مش كل يوم طب روح خد بقى حضن عميق يلا فرصه انتوا ما بتحضنوش ولادكم كل يوم؟ لا بحضن كل شويه هو ايه؟ انا بحضن والله باجي هو قايل ما تقولش والله والله باجي من الشغل بالليل بحضن انت يا ابني مش لسه قايل من زمان بذمتين كل شويه لف كده عشان تبان للكاميرا بس بذمتين كل شويه بيجي لما يجي بالشغل بنسلم على بعض هو شعره طالع لمين؟ لبابا اكتر كنت متجوزه وكان كده شعره؟ لا انت واخدها كده؟ اه وبعدين حصل ايه؟ مديله جل وقع اكتر؟ هو بيقع كل شويه لوحده يعني هو بيحب الجل كتير بيحب الجل كتير عشان يبقى كان يعمل بقى فورمه بقى وينزل الشارع بقى ايه كده انت فاهم ازاي ازاي ايه انت حلوه قوي تكسي انتوا جمال ربنا يخلي لكم ولادكم ما تتخانقوش مع بعض كتير ها عشان المره الجايه هيحكي يعني فبلاش فضحكم اه تقفلهم اهلا وسهلا اتفضل يا استاذ مازن عايزين استاذه انجي احمد عبد الفتاح اهلا النوجة سقفوا النوجة ايه الطول ده يا بنتي انت عندك كام سنه؟ 10 سنه ما شاء الله ما شاء الله اخبارك ايه؟ الحمد لله مين دول؟ ماما واخويا اسمه ايه اخوك؟ محمد اه انت الكبيره؟ اه بيغلس عليكي؟ اه بيعمل ايه فيكي؟ انا بنقعد نضرب في بعض كتير تضربوا في بعض؟ اه ومامتك بتعمل ايه بقى؟ بتيجي تضربنا احنا الاثنين تضربكم؟ مامتك بتضرب؟ مش دايما يعني بس هي بتيجي اوقات كده ما تضربناش بس هي ما بتضربناش بقالها كتير جدا يعني جدا يعني اخر مره ضربتك كان ايه السبب؟ مش فاكره بقالها كتير جدا ما بتضربناش ف شهرين مثلا؟ لا سنه؟ كتير كتير جدا اكتر مره ضربتك وانت زعلتي كان ايه السبب؟ لا ما فيش فاكره برضو لان بقالها كتير جدا هي بتشتغل ايه؟ مش بتشتغل ربة منزل؟ اه بتطبخ؟ اه بتعمل اكل حلو؟ اه باين على خدودك طيب بصي بتبص لك ازاي؟ هو انت سامعه هي بتقول ايه؟ دي قالت بلاوي مستنيها ما تيجي؟ لا شكلها بعد اللي قالته ده مش هتيجي بقول لك ايه بتقول ان انت بتضربيهم يعني لا طب تعالي يا استني بس انا جاي لك يا حاجه وفرحانه قوي بقى لها فتره كبيره بتضربش انت موافق على اللي هي بتقوله ولا مش موافق مش موافق صح بص بس كده انت اخر مره اتضربت امتى اوبا بلاش بقالي كتير ما اتضربتش قد ايه يعني قد كتير ده قد إيه؟ من زمان واخر مره اتضربت طب اتضربت ليه ايه السبب عشان كنت بتهني انا واختي تضربيهم ليه الغلطات ما انا بضرب عشان الغلطات مش اكتر طب احنا ممكن نتكلم ونتناقش ما فيش فايده ردي لا هو انا اوقات يعني بسمع الكلام واوقات لا ايه الاوقات اللي لا مش هتسمعي فيها الكلام
لا اوقات بقول لها هي عندها ايه؟ عندي السكر. يغزى عشان كده انت جميله. يعني البنت عندها السكر تهمل علاجها تضربيها؟ لا بالاخطر هي ما بتهملش علاجها في السكر، هي بتهمل علاجها في الغده. فالغده طبعا لما بتهملها بتتضخم عندها جامد. ما باخدش العلاج اوقات مثلا بنسى واوقات ما باخدهوش اصلا، ببقى عارفه بس بقول لك ايه بيني وبينك بعمل لها منبه كل يوم. لا استني بس انا هسالها سؤال، انت بتبقي عارفه ميعاد الدواء بتطنشي بصراحه؟ اه. ليه السبب؟ اكيد في سبب. انت تناقشتي معاها في الموضوع ده قبل كده؟ هي بتزهق ان العلاج كتير. معلش هي بقى تجاوب قول. لا انا هو بصراحه العلاج كتير فعلا، او ببقى عارفه بس بستعبط وما باخدوش. طب هل العلاج ده اللي بتاخديه ده متعب؟ بيتعبك جسمانيا؟ لا. طيب بس هو بيبقى كتير مثلا. يعني ايه كتير؟ ادويه كتير. طيب تعالي بقى نتناقش مع بعض. مش تاخد كذا حاجه يعني، بتاخد بس بس مش متعب؟ مش متعب؟ لا ما بيعملش حاجه. امال بقى حبايب قلبنا اللي عندهم كانسر وقدك وبيروحوا يقعدوا 4-5 ساعات حاطين الحقنه في ايديهم عشان ياخدوا كيماوي، وبعد كده بيقعدوا تعبانين بالشهرين وثلاثة مش قادرين يتحركوا من السرير، دول نقول لهم ايه؟ ربنا يشفيهم يا رب. ربنا يشفيهم. بس شفتي هما بياخدوا الدواء. اه. وانت بقى الدواء بتاعك عشان عندك حاجه الحمد لله بسيطه. الحمد لله. ما ينفعش نكسل على الدواء. صح. عشان هنكسل على الدواء المرض هيزيد، فاحنا عايزين نتخلص منه. ان شاء الله. وانت عندك السكر، انت مسكره عسليه يا حاجه جميله خالص. ربنا يخليك. صح كده؟ صح. انت عايزه لما تكبري تشتغلي ايه؟ دكتوره. دكتوره ايه؟ الله اعلم بقى. طب وانت عايزه تشتغل ايه؟ ضابط. جيش ولا شرطه؟ شرطه. يا رب تبقى ضابط شرطه ان شاء الله. بحييك وربنا يخليهم لك. هتاخدي الدواء. حاضر. يلا اتفضلي. عايزين بعد كده استاذ جيانو كريم، صح؟ اهلا اهلا، سقفوا له. ازيك؟ قول لي اسمك ايه كده؟ جيانو. جيانو، بص بص قدام كده عشان تبان. ازيك يا جيانو؟ كويس. اخبارك ايه؟ كويس. انت شعرك عاجبني قوي. ماشي، طب جيب لي لب. اجيب لك لب؟ انت عايز لب؟ اتفضل 50 جنيه والراجل جيب لي لب. 50 لب ب 50 جنيه ده يبقى كتير قوي، ده شوال. لا اجيب لي لب. طب انت اشمعنى لب يعني؟ عشان انت بتاكل لب. انت شفتني باكل لب فين؟ في عند الشارع. اي شارع؟ مدينة نصر. مدينة نصر؟ بس انا بروح انا بجيب لب على فكرة، وبجد انا كل يوم تقريبا باكل لب، ده مش هزار. هو انت شفتني انا بجيب لب ولا ايه؟ امال هو عارف منين؟ متخيل؟ طب انا بقول لك ايه؟ ايه نوعية اللب اللي انا باكله؟ إيه لونه اخضر فابيض. لب اخضر فابيض؟ حذر فزر. حذر فزر ايه بقى؟ حذر فزر ايه؟ اللب اللي جواه يعني لونه اخضر. اللب اللي جواه ده انت عايز قاعده، بقول لكم ايه؟ اتخلى عشان مش قادر اقف. تعال عشان شكلنا ممكن خليك كده. اقعد هنا على الارض كده على الرصيف. ايه بقى موضوع اللب؟ معرفش. لا انت قلت اللب، ايه الموضوع؟ لونه بلاك مثلا يعني. الايه؟ لونه بلاك يعني مثلا. لونه بلاك؟ اه. انت سنانك فين؟ سنان اهي. لا في النص مفيش سنين، راحوا فين؟ وقعوا. وقعوا ازاي؟ وقعوا كده يعني. انت عندك كام سنة؟ 100. عندك 100 years؟ 6. ايوه عندك 6 years، عندك 6 سنين. ايه 100 دي جبتها منين؟ امال باباك عنده كام؟ 100. باباك لا ما عندوش 100، ده شكله صغنن. 37. كام؟ 37. باباك عنده 37 ومامتك؟ 36. يعني الفرق بينهم سنة؟ اه. مين أكبر، ماما ولا بابا؟ بابا. بابا أكبر. ماما وبابا بيزعقوا لبعض؟ مش كتير يعني. بيضربوا بعض طيب؟ لا أكيد لا طبعًا. بيحبوا لا. بعض؟ اه. ساعات بيرقصوا ويغنوا في البيت؟ ها؟ لا. نفسك يغنوا ويرقصوا؟ لا. يعني لو دلوقتي خليتهم يغنوا تحب أخليهم يغنوا ويرقصوا؟ أنت لا. شفت الفيديو بتاع فرح ماما وبابا؟ لا. ما عملوش فرح؟ لا عملوا وانا صغير. عملوا فرح وانت صغير؟ انت حضرت فرح ماما وبابا؟ لا انا كنت صغير. كنت فين يعني؟ بطن ماما. كنت في بطن ماما؟ طب ما شفتش الفرح بتاعهم في التلفزيون؟ ما رحت ما شفتوش؟ طب تيجي نخليهم دلوقتي يرقصوا زي ما رقصوا في فرحهم؟ ايه رايك؟ ماشي. وانت تتفرج عليهم؟ طب تعالى قومني، قوم كده شدني. يلا. ايوه كده. تعالى بقى. بص بابا خايف ازاي؟ ده مرعوب.
اقف بس بصوا كده للكاميرا. ازي حضرتك؟ ازيك. بابا بيشتغل ايه؟ بيشتغل يعني ايه؟ لا ما تقولش اسم الشركة. بيشتغل في ايه؟ مسؤول اداري. مسؤول اداري. وماما بتشتغل ايه؟ الماتية. طيب تحب ماما بابا يرقصوا؟ طب تعالى. لا اهو تعالى. انا اللي هرقص. انا على طول برقص يا حبيبي. انا هرقص معاك. يلا امسكوا ايدين بعض اكنكم في الفرح. يلا بص بص. يلا يلا امسكيه ما تخافيش كده. انت مكسوف ايدي مراتك. يلا ارقصوا وانتوا على تسقيفكم. يلا يلا كده كده. طب اقول لك ايه؟ نخلي بابا يشيل ماما؟ انت اللي تشيل نفسك. انا اشيل نفسي. انا اشيلك انت وبابا يشيل ماما. ايه رايك؟ موافق؟ انت جميل على فكره. انا بحبك قوي. انت شخصيه لطيفه. عارف كده؟ انت شخص لطيف وما تكبر هتبقى مبدع. يعني هتعمل حاجات حلوه في حياتك. اوكي؟ سقفوا لهم بقى. شكرا. ترايا يا جيانو. عايزين ياسين شريف. اهلا اهلا. سقفوا له. هلو. ازيك يا مسيو؟ اسمي ياسين. ياسين شريف؟ باباك اسمه شريف؟ طب انا هحسن على دي عشان انا النهارده امسك الحاجات دي كده. طب امسك انت. نعم. انت بتعرف تقرا؟ اه. طب اقرا. ايه مكتوب؟ ايه مكتوب؟ ايه هنا فوق؟ هنا مش عارف. مش عارف؟ انت في سنك ايه؟ انا في 1B. 1B؟ يعني في كي جي ده؟ كي جي. مين دول بقى الناس اللي هناك اللي واقفين دول؟ مامتي وبابايا. مامتي وبابايا. لوزاد؟ لا مامتي وبابايا. لوزاد؟ لا. مش لوزاد؟ لا. ما عنديش ولا. لا هم عندهم واحد بس هو انا. عندهم واحد ايه؟ عندهم واحد طفل بس اللي هو انا. عندهم طفل واحد اللي هو انت. وانت عايز اطفال تانيين؟ عايز اطفال تانيين عشان معاهم في بيتي. طب عايز كام طفل؟ 2. يعني تبقوا 3. 2 و3. طب وعايز اساميهم تبقى ايه؟ مادو ومالك. او ممكن اختار اتنين. مادو ومالك. مش عايز بنات؟ مش. مفيش بقى كله ولاد؟ عايز مادو ومالك. ممكن تخلفوا له مادو ومالك؟ شكرا. عايز ايه كمان؟ بس كده. انت اي حاجه دلوقتي هتطلبها؟ لا ممكن تقعد يا حبيبي. اقعد بليز. اي حاجه هتطلبها دلوقتي هم هيعملوها لك. عايز ايه كمان؟ عايز ايه كمان؟ امسك المايك عند بقك. انا مش باكل حاجة مش بتخليني أكبر. فباكل حاجات بخلوني أبقى أكبر. فبطلب حاجات اللي بخلوني بكبر. ومامتي وباباي بيجيبولي. هو باباك بياكل أكلك؟ لا. ما مرتول كده إزاي؟ بيسيب أكلي عشان أنا أكلهم. أوكي. هما بيزعقوا لبعض برضو؟ لا. بيحبوا بعض. عايزهم يرقصوا؟ لا. مامتي بتشتغل دكتور وباباي بيشتغل دكتور. بيدوا حقنا للاطفال العيانين. بيدوا ايه؟ حقنا للاطفال اللي هم عيانين. بيدوا حقنا فين؟ في الصيدليه بتاعهم. عندهم صيدليه؟ ده انتوا اغنياء بقى. والحقنه بيدوها في اي حته في الجسم؟ شاورلي كده. فين؟ هو انت شفتها قبل كده وهما بيدوا حقنة؟ شوف. لا ما شفتش. هنا هو بعيد تاني. طب انا هقول لك حاجه. تعالى نتخيل ان المايك ده حقنه. ده خلاص. تروح تدي لباباك الحقنه. يلا روح ادي له الحقنه. وريني واحده تانيه. ده انت جميل خالص. ايه ده؟ ازيكم؟ انتوا عندكم صيدليه؟ طب ممكن تقفوا بس تبصوا كده. تخلي باباك يشيلك. شيله على كتافك فوق. لا. فوق. ممكن. شعره راح فين؟ شعره راح فين؟ شعره راح فين؟ بص راسه بتلمع ازاي. ما عندوش. بسبب ماما؟ بسبب ماما وقعت له شعره. وحضرتك برضه صيدلانيه؟ انتوا بالكم هزين كده؟ لا ما فيش هزين ولا حاجه. حد بس. انت خايفه من ابنك؟ ها؟ لا لا خالص والله. ده جميل. ده جميل قوي. ربنا يخليه. ممكن معاك شويه؟ طب تيجي تخلي ماما تغني؟ يغني. ادي اغنيه مامي. طب ممكن نغني مع بعض؟ ماشي. طب ابدا انت.
طيب اغني مش عارفه يغني. غني بالعربي غني بالعربي. طيب بلادي 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 لك حبي وفؤادي بلادي 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 لك حبي وفؤادي مصر يا عم البلاد وانتي خالتي والمراد وعلام كل كان منطقي وحياتي. صافولو محلاتك يقولك محلاتك باباك راسه حمر قوي. امسك طب المايك عشان انا اتعب. باباك يا حبي وفؤادي. ما تسيبه يا عم جالك خلل. كفايه كفايه. سقفوا له تاني. بابا ينزلك ولا ينزلك. اوعى توقع الولد. اوعى ده انت جميل. يلا عايز حاجه منهم ولا تروح تقعد مكانك؟ اقعد مكان. شكرا يا جماعه. ايه ايه ناكل ماشي. انت جعان؟ جعان؟ انت بتقول لما نروح ناكل؟ انتوا منزلين الولد جعان؟ طب اجيب لكم حاجات تتقزقزوا فيها كده من اهو. خدوا من همته. يلا كل واحد ياخد كيس. اهو اهو. شكرا ليك. اهو العيال جاعوا. اكلهم حاجات من عند همته. اتفضل حضرتك اتفضل حضرتك اتفضل حضرتك حضرتك ما اسف. ها افتحوا كلوا اخيرا هناكل. اه بس استنى عشان انت هتكلم معاكم. انتوا تفتحوهمش هما اتكلمت معاهم. هتعرفوا تفتحوا الاكياس دي؟ ممكن تساعديهم؟ هينفع تاكلي ده؟ لا بس دلوقتي. طب خليه معاكي. اوكي يلا. طيب بعد ياسين شريف عندنا اتنين اصحاب في المدرسه ايلين محمد واياد احمد. صح سقفوا لهم. ما عنديش حد اسمه عندي طب اقعد بس اقعد. انا هفتح لك ده عشان تاكل. خليني واقف. لا لا اقعد بليز. يلا امسك اهو فتحته لك. ازيكم؟ ايه الحلويات دي؟ اخباركم ايه؟ كويسين. اسمك ايلين محمد صح؟ صح. واسمك اياد احمد. وانتوا مع بعض مع بعض في المدرسه؟ اه. طب تعالوا بقى ايه نتكلم معاكم كده. مين فيكو اشطر من التاني؟ انا هما جايين صحاب هيمشوا هنا اعداء. ها طيب مين فيكو بيسمع الكلام اكتر من التاني؟ طيب مين فيكو بيلبس احلى من التاني؟ طيب نزل. مين فيكو بيشرب لبن؟ مين فيكو بيلعب رياضة؟ الله العيال دي. ومين ده؟ مين الولد ده؟ أخويا. أخوك أنت؟ طب خلاص نزلوا إيديكم. أنتوا كده شاطرين في كل حاجة. في مين معاكي النهاردة؟ ما تخافيش هتاخدي البونبوني بتاعك. مين معاكي النهاردة؟ إياد. لا مين معاكي هناك واقف؟ آدم. ومين الستات دي؟ ومامتي ومامة إياد. طب مش تقولي مامتي؟ وأنت مين اللي هناك؟ مامتي ومامة إيلين. ماماتكوا صحاب؟ عمرهم اتخانقوا؟ لا عاملين جروب هما الاثنين بيقعدوا يتكلموا مع بعض على الواتساب عليه. بيقولوا ايه؟ بيقولوا ايه؟ مش عرفني. مش عرفك؟ عرفني. مش عرفني. طب مين الماما مين الام الاشطر؟ طب انت مامتك بتشتغل ايه؟ مهندسه. وانت مامتك بتشتغل ايه؟ دكتوره. طب مهندسه ودكتوره انا مش عارف اتفاهم معاهم خالص. طيب مين قالك الهدوم الحلوه دي؟ مين قالك؟ مين جابها؟ مامتي. وانت ما نقيتيهاش؟ لا. وانت مين جاب لك الهدوم دي؟ طيب انت روح اقف مع مامتها هي. روح اقف مع مامتها هي. وانت روحي اقفي مع مامته هو. ايه الحاجات دي؟ الناس الحلوه دي. طيب بصوا بس كده. هي بنتك برضه. طبعا. اوكي بقى لهم قد ايه الولاد صحاب؟ سنتين. وايه سبب الصداقه؟ سكول مدرسه. المدرسه. وانتوا الاثنين بقيتوا صحاب بسبب ولادكم؟ اه.
اوكي، ودي حاجه لطيفه قوي جدا صح، ان الولاد يبقوا صحاب كده. فين انت، مين فيهم اخوك ولا اختك؟ انا مش فاهم. لا هي، وهو ايه؟ هو صاحبي. بس اخوك برضو صح؟ صح. انت عندك اخ واخت. طب انتوا الاثنين عندكم اخوات تانيين؟ لا. وانت عندك اخوات تانيين؟ يعني انتوا ثلاثة كده على بعض اخوات مع بعض في كل حاجة. مين اشطر واحد فيكم انتوا الثلاثة؟ ايه؟ انت يعني جيت مع اكتر اثنين لمزين اصلا. فعلا؟ طب انتوا الثلاثة تعرفوا تغنوا اغنية؟ يلا غنوا. بغنوا ايه؟ بس هتبصوا هناك للكاميرا عند اونكل اللي هناك. يلا اغنية مع بعض. يلا. طب هتغنوا ايه؟ هتغنوا ايه؟ مش عارف. يلا. ها، بس عايزك تبصي هناك. يلا. فانيكي فانيكي غربة وغرابة، أنا فيكي مغرم صبابة، مغرم صبابة، أحلم وأنام شارك وأنام كني فرد من الحمام، أحلم وأنام شارك وأنام كني فرد من الحمام. سقفوا لهم. تعرفين مين بيغني الأغنية دي؟ مين بيغني الأغنية دي؟ محمد منير. الكينج محمد منير. أنا عايز أطلب منك طلب هتنفذه. التيشيرت اللي أنت لابسها دي مكتوب عليها إيه؟ تومي. ايه؟ مين هو تومي ده؟ لعبة. لا مش لعبة، ده هو الديزاينر المصمم اللي بيعمل عنده بيت الازياء ده. بعد كده ما تشتري اي هدوم، ما تشتريش هدوم عليها اسم الماركة، عشان هما كده بيستخدموك كيافطة. ايه رأيك؟ مقتنع ولا مش مقتنع؟ مش مقتنع؟ هو هي ماما الشكل يعني. بص هنا مثلا مكتوب على التيشيرت بتاعتها ايه؟ I save the planet، يعني هي بتحمي الكوكب. فدي شعار حلو او جمله حلوه ليها معنى، في مسج فيها. لكن هو هنا الراجل ده، انت رحت دفعت فلوس في التيشيرت وماشي انت تعمله دعايه، ينفع كده؟ لا ده هو خلاص. اللي يديك فلوس خلاص. انا هلبسه بالشقلوب. ايوه البسه بالشقلوب. يلا اقلعوا البسه بالشقلوب. يلا اهو، يلا احنا مش بنهزر. يلا 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 بسرعه 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 بسرعه. ها يلا يلا يا اخي، ما هيصدق. وانت بل لا، ما هو لابس، ما فيش براند عليه. وريني جواه مكتوب عليه حاجه؟ مش مكتوب عليه حاجه من جوه؟ فانيلا. فانيلا بس ممكن تمسكي كده. انا هلبس. وقف امسكي ده. يلا ارفع ايدك فوق. لا في ترسب. طب سقفوا لهم. يلا اتفضلوا. شكرا، انتوا ناس حلوه خالص. طيب احنا كده اتعرفنا على نور وحلا ومروان ومازن وإنجي وجيانو وياسين وإيلين وإياد. خلونا نشوف فاصل، وبعد الفاصل نرجع لكم وعيد ميلاد همتو مع بقية أصحابي اللي معايا. خليكم عنا لو سمحتوا. يلا رجعنا لكم مرة تانية مع عيد ميلاد همتو. النهاردة معايا مجموعة من أصحابي الصغيرين مشرفينا ومنورينا، وخلينا نبتدي بفاطمة محمود. سقفوا لفاطمة. طويلة كده، اللي عندك كم سنة؟ عندي 12 سنة. عندك 12 سنة، ازيك يا فاطومة؟ كويس الحمد لله. بيدلعوك يقول لك يا فاطومة؟ بيدلعوني. انت منين؟ من الأقصر. بجد؟ اه. شفتي الاحتفالية؟ أيوة. كباش؟ ايوه بس شفتها على التلفزيون. شفتي الحلاوه يعني حاجه حلوه. ايوه الاحتفاليه كانت حلوه. ايه اكتر حاجه عجبتك؟ عجبني لما كانوا الناس واقفين على المسرح وشغالين يغنوا. طب وشفتي الحته اللي كانت اللي فيها الراقصات واقفين في الميه لكنهم بيعملوا الميه كده والشمس وراهم؟ لا ما خدتش بالي. انت منين في الاقصر؟ من مدينه اسمها بياضيه. طيب دلوقتي الأقصر، بما ان احنا العالم كله بيحتفل بالأقصر واللي بيحصل في الأقصر، لو انا جيت زورت الأقصر هتفسحيني توديني فين؟ المعابد ولا انت رحتيهم قبل كده؟ اوعي تكوني ما رحتيش. لا رحت. طب انت عارفه طريق الكباش ده بيربط بين معبد ايه ومعبد ايه؟ بين معبد الأقصر ومعبد الكرنك. وانت عايشه في القاهره؟ عايشه في الأقصر. لا عايشه في الأقصر. انت جايه مخصوص يعني للعيد ميلاد؟ ايوه. انت بجد جايه مخصوص؟
عشان تحتفلي بعيد ميلادك ها؟ آه. لا يا شيخة. لا حيوا أهل الأقصر بقى جامد قوي. يا الله الأقصر بلدنا بلد سياح. أنا جيت بلدكم دي كتير قوي بحبها قوي قوي قوي. أنت في سنة كام؟ في سنة ستة ابتدائي. طيب أنت مين اللي معاكي دول بقى؟ ماما وبابا وأخويا. بابا بيشتغل إيه؟ مش عارفة بصراحة. مش عارفة؟ أروح طب ماما بتشتغل إيه؟ لا ماما مدرسة رياضيات. وانت شاطرة في المدرسة؟ اه شاطرة في المدرسة. واخوكي شاطر؟ اه اخويا شاطر. مين اللي اشطر؟ انت ولا ماما؟ لا انا طبعا. عندك صحاب كتير من في الاقصر؟ اه معايا صحاب. طيب نروح بقى عند ماما وبابا عشان عايز اتكلم معاهم. منى انتوا جايين من الاقصر مخصوص بجد عشان عيد ميلاد؟ لا بجد؟ على راسي بجد والله على راسي ميرسي. تعالي بقى اقفي جنب اخوكي اقفي وراه عشان هو يبان. هتبصوا بس للكاميرا. ازي حضرتك؟ تمام الحمد لله. منورانا ومشرفان. ازي حضرتك؟ الحمد لله. حضرتك بتشتغل في مجال ايه؟ شغال في مجال مبيعات. مبيعات في الاقصر. اه اوكي. ازيك يا استاذ؟ كويس. انت عارف ان انت من احلى مدينه في العالم ولا مش عارف؟ لا عارف. عارف؟ ايوه عارف. بلدكم دي احلى بلد في العالم كله. ايوه اصلا فيها تلت اثار العالم. مظبوط. وانت عارف ان دلوقتي بقى في سياحه كتير الحمد أيوة. لله. اه السياح بتكتر كل يوم. وانتوا عارفين ان احنا السياح لازم نرحب بيهم قوي. اه طبعا. صح كده عشان هم أيوة. ضيوف بلدنا. آه. لازم نتعامل معاهم ايه كانهم ضيوف في بيتنا. ايوه صح كده. آه. انتوا منوريني مش عارف. نفسك تطلبي ايه من ماما وبابا يحققوا لك؟ اطلبي اللي انت عايزاه. الصراحه مش عايزه حاجه اصلا. هم عاملين لك كل حاجه؟ اه عملوا لي كل حاجه. مدلعينكم؟ ايوه شويه شويه شويه. انتوا عندكم اخوات تانيين؟ لا لا ازاي؟ انت لذيذ. هو اكتفى بيكو. مين اخواته التانيين؟ فريدة ومحمد. اصغر منهم. فريدة ومحمد راحوا فين؟ البيت. في البيت. مش وتقول ما عنديش اخوات تانيين ده هيزعلوا منك قوي. احنا بنعتذر لهم. فريدة ومحمد انتوا النهارده شرفتونا ونورتونا وميرسي والف سلامة وتحية ليكوا وميرسي ان انتوا جايين مخصوص من الاقصر. شكرا. على راسي. اهلا وسهلا. حيوهم. اتفضلوا. اهلا وسهلا. طيب بعد ما تعرفنا بفاطمة محمود عندنا بقى آدم نبيل وتمارا أحمد وتاليا مصطفى. التلاتة يوم وقفوا فين؟ التلاتة أولاد خالة. بونسوار. إزيك؟ كويس الحمد لله. أنا ما قلتش بالك؟ ومالك معاه مؤلوكة سقفوا الملوكة. تعالي أقف هنا. يبقى عندنا كده ملك وآدم وتمارا وتاليا. انتوا الاربعه اولاد خاله؟ مين اكبر واحد فيكم؟ انا. انت كبير؟ اه. طب تعالى اقف جنبنا اهو. اقفي انت بقى جنب البنات. يلا امسك المايك. اقف هنا فوق معلش. عرفنا بيهم بكل واحده وكل واحده بتعمل ايه وكل واحده عندها كام سنه. ماشي. يلا. لا وانت ماسك. طب انا امسك لك المايك. ها ماشي. يلا. دي ملك. دي مين اللي هي يعني واحده؟ دي ملك. ها؟ ودي تمارا. ودي تاليا. ملك عندها سبع. حطونا كاميرا على ملك. ها ملك عندها ايه؟ ملك عندها 7 سنين ونص. وتمارا عندها 5 سنين وتاليا عندها 8 سنين. تاليا قربي منهم شويه. ها وايه كمان؟ و ملك في سنه ثانيه وتمارا في كي جي 2 وتاليا في سنة تانية برضه. وانا في سنة رابعة. اوكي ممكن تعمل لنا يعني ميديم كلهم مع بعض كده في عشان تفضلش رايح جاي عشان هنقعد نسألهم كتير. ماشي. وايه كمان؟ مين اشطر واحدة فيهم؟ تمارا. تمارا اللي في النص؟ اه. لسه في كي جي؟ ايه؟ لسه في كي جي. اشمعنى قلت هي اختك؟ لا بنت خالتك. بس هي صغيرة. فعشان كده قلت هي اشطر واحده. طب انت اتكلمت عنهم هما من حقهم يتكلموا عنك. اتفضلي امسكي المايك. يلا. يا استاذه ملك دلوقتي ادم اخذ المايك واتكلم عليكم. اوصفي لي ادم في كلمه. هو كبير. هو الكبير بتاعكم. كبير العيله صح كده بتحبوه. ماشي. انت تمارا. تمارا اوصفي لي ادم في كلمه. امسكي المايك. ادم اشطر واحد في العالم. ادم اشطر واحد في العالم. الله شكلك بقى انت ايه يا تاليا. هتقولي حاجه مختلفه. بصي للكاميرا قدام. ها ادم ايه؟ قولي اللي انت عايزاه. لو انت شايفاه مش شاطر او مش جدع او كده قولي ما تبصلهاش. ماشي. ها
انت عايزه تقولي حاجه؟ طيب وبيحب المذاكره ودايما بيبقى شاطر في المدرسه. يعني كلكم قلتوا حاجات حلوه فيه؟ ما فيهوش اي حاجه وحشه في ادم؟ ده ايه بنات الخاله الحلوين دول؟ ده بيحبوك قوي. طب قولي لنا صفه واحده مش حلوه فيه. ان هو بيقعد يلعب روبلوكس كتير. يلعب ايه؟ روبلوكس. يعني ايه ده؟ لعبه. اسمها ايه؟ لعبه. دي على الموبايل؟ طيب وانت قولي لنا حاجه وحشه فيه. انا؟ اه. ان هو اوقات بيضرب اخواته. هيبتدوا يقلبوا على بعض دلوقتي. وانت قولي لنا حاجه وحشه فيه. لا هو بيدخن علينا. نصيحتك رد. اقول لهم ايه؟ انا عارف يا اخويا. تقول لهم ايه؟ اتصرف. في الاول كانوا كويسين قوي قلبوا مره واحده. ايه النظام؟ مش عارف. قول لهم لا انا هكون عند حسن ظنكم بعد كده. لا انا هكون على حسن ظنكم بعد كده. وانت بتضحك مسخسخ كده ليه؟ عايزين تقولوا له حاجه تانية؟ مين بقى الناس اللي هناك دول؟ روح بقى. مين اللي عايز يعرفنا عليهم؟ انا. طب خد كل واحده هتعرفنا على حد. يلا. ياسمين وجيجو ويحيى وعلي. مين ياسمين؟ دي بتقول لها دي تقرب لكم ايه؟ ماما. دي مامتي انا. وانت بتقول لها وبتقول دي؟ محدش يقول على مامته دي. حضرتها. اه هي اللي قالت مش انا. لا ما انت كملت. وبعدين اسمها طنط ياسمين. طنط ياسمين. ياسمين او عمتي ياسمين او استاذ كده يعني. اه ماشي. تحبي تقولي لها ايه؟ انا هنقي هقول لك كذا لقب تنقي. هي حضرتك خالتها؟ ممكن تقولي خالتي ياسمين. ممكن تقولي طنط ياسمين. ممكن تقولي ابله ياسمين لو عايزه برضو. هي دايما بتقول لها طنط ياسمين لما بتبقى في البيت. في البيت بتقول لها طنط ياسمين وقدامنا بتقول لها ياسمين؟ انت ماشيه بالعكس؟ اه. طيب مين اكتر حد في الاربعه انت بتحبيه؟ علي. مين هو علي؟ ليه؟ عشان هو يا رب لك ايه؟ ابن خيري. اه. بتحبيه اكتر من ادم؟ هما الاثنين. لا بس انت بتحبيه هو اكتر، ليه بقى؟ عشان ايه؟ عشان بيلعب معايا. بيلعب معاكي ايه؟ بالليجو. بالليجو تبنوا حاجات؟ عايزين تطلعوا مهندسين. ادي لها بقى المايك. اه مين اكتر حد في الاربعه انت بتحبيه؟ علي برضو؟ كلهم بيحبوا علي. هو اسمه ايه؟ عمال يشاور لكم بيقول لكم انا اهو. يحيى. انا بحب يحيى. انا بحب يحيى. انا بحب يحيى. انا بحب يحيى. كمان؟ طب مين بقى الراجل ده اللي مكتف ايديه ده؟ جيجو. مين؟ جيجو. فين المايك؟ المايك معايا. مين؟ جدو؟ جيجو. جدو؟ جيجو. مين جيجو؟ بيدلعوا يعني ويقولوا جيجو. اسمه ايه الحقيقي؟ ماجد. بيشتغل ايه ماجد بقى؟ بيشتغل في بانكر. في البنك؟ بيشتغل ايه؟ بانكر. اه بانكر. اه عايزين تروحوا هناك ولا اروح انا لوحدي؟ لا نروح هناك. طب روحوا يلا سقفوا لهم. ايه يا جيجو؟ ايه يا طنط ياسمين؟ كده بتقول لك حاف كده؟ بيقول لكم حاف كده؟ انتوا تقراوا ايه لبعض؟ جيجو ياسمين؟ مرات اخت. لا اخت مراتي. اخت مراتك. اوكي. انتوا عيله حلوه الله اكبر. بتحبوا بعض كلكم؟ اه. ايه يا علي؟ اهلا. كل الطلب على علي على علي على علي. انت عندك كام سنه؟ 11. اهلا وسهلا بيك. انتوا يا رب تفضلوا كده. انتوا كلكم انا هعتبركم كلكم اخوات، مش هقول ولاد خاله. انتوا اخوات وهتفضلوا اخوات ودايما تحبوا بعض وتدافعوا عن بعض، مش كده يا يحيى؟ نص نص. نص نص ايه بقى؟ عشان ما حدش يختارك؟ اه. عشان هو طويل مش اكتر. هم خايفين منه. ايوه اهو. انتوا كلكم رحتوا نفس المحل جبتوا نفس التيشيرتات؟ لا. وعاملين برضو يافط؟ اعمل فيكوا ايه؟ اعمل فيكوا ايه؟ لا انت مش عامله يافطه لحد، انت يافطه لنفسك. برافو عليك. سقفوا لهم. ميرسي. نورتونا. اهلا وسهلا. طيب عايزين فريده مصطفى وكرمه مصطفى. فريده وكرمه فين؟ اقفوا بقى. ايه الشعر الحلو ده؟ اهلا اهلا. ازيكم؟ انت فريده؟ اه. ازيك يا فرافيرو؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ ايه الحلاوه دي؟ وحضرتك استاذه كرمه؟ ازيك. بس عايزك تقفي كده عشان تبصي كده عشان اختك واخده منك الكاميرا. ازيك يا كارما؟ كويس. انت حاطه روج؟ وانت حاطه روج؟ مش لسه بدري على الروج؟ انت عندك كام سنه؟ سته. وانت عندك كام سنه؟ اربعه. اربعه.
مين اللي هناك؟ ماما. ماما طيبة ولا شريرة؟ طيبة. طيبة. أوي؟ بتزعق؟ لا. بتضرب؟ لا. بتعض؟ لا. أنا كان معايا هنا حد قبل كده مامته بتعضه على فكرة عادي يعني مش مشكلة. طيب نفسك إيه الحاجة اللي ماما تعملها لك؟ سندوتش. إيه؟ سندوتش لانشون. عايزة سندوتش؟ عايزة سندوتش لانشون؟ دلوقتي حالا؟ ما تروحي؟ بس اللانشون ده مش حاجة كويسة قوي إن إحنا ناكله على فكرة. ممكن أنت بتاكلي اللانشون كل قد إيه؟ بصي بس كده أهو. بتاكلي اللانشون كل قد إيه؟ باكله في الدوابس. فين؟ في الدوابس. في الايه؟ في الدوابس. مش فاهم. بتاكل في ساندويتش؟ بتاكلي لانشون في الساندويتش؟ اوكي. وانت بتحبي اللانشون؟ اه. بس هو مش كويس ناكله كتير يعني ناكله مثلا كل شهرين ثلاثه ناكل حته كده مش دايما. هو بابا بياكل لانشون كتير؟ ماما بتاكل لانشون كتير؟ لا. امال انتوا عرفتوا اللانشون منين؟ هما اللي بيجيبوه. هما اللي بيجيبوه؟ مش خايفين عليكم ماما وبابا ولا ايه؟ طب تشربي لبن؟ انت بتشربي لبن؟ اه. طب عايزه تروحوا تبوسوا ماما وتحضنوها؟ انت عايزه تبوسيها ولا وتحضنيها ولا مش عايزه؟ عايزه. وانت؟ عايزه. طب يلا جري. يلا هنشوف مين اللي حضنه اكبر. يا سلام سقفوا لهم سقفوا لهم. انت بتجيبها لهم لانشون ليه؟ خالتهم. انت خالتهم؟ خالتهم هي اللي بتحب الحاجات دي فهم بيقلدوا خالتهم. يا حلاوه. طب انت عارفه ان هم في سنهم ده مش المفروض ياكلوا الحاجات دي؟ هيجي لهم انيميا وهيجي لهم حاجات مش كويسه؟ بقى والله بحاول اشجع على اكل الصحي يعني كل قد ايه بياكلوا لانشون؟ يوميا. يا نهار احوس ده كل ما اتحفظ. لا لا ما ينفعش ممنوع اللانشون. ممنوع الايه؟ لانشون. قولي ممنوع اللانشون. ممنوع اللانشون. ممنوع اللانشون. ممنوع قولوا ممنوع اللانشون. ممنوع اللانشون. ايوه كده اهو مش كويس بيجيب حاجات وحشه خالص. كل شهرين ثلاثة ناكلوا مر ايه خالتهم وانت سايباها تاكلهم على مزاجها؟ والبيبسي. يا لهوي والمياه الغازية ممنوع برضو. عضمكوا هيبقى زي البسكوت يتكسر خلاص؟ يلا سقفوا لهم عشان مش هياكلوا لانشون تاني. اتفضلوا. طب نختم بقى بحمزة أحمد ومحمود أحمد. أهلا وسهلا إخوات سقفوا لهم. إيه الحلويات دي؟ زيكم يا أولاد. عاملين إيه؟ مين حمزة؟ أنت حمزة؟ ازيك يا مسيو حمزه؟ الحمد لله. انت عارف انا كان نفسي اخلف ولد واسميه حمزه عشان بحب الاسم ده قوي. انت عندك كام سنه؟ 9. انت شاطر في المدرسه؟ شكلك كده. وحضرتك؟ محمود. ممكن تيجي كده يا استاذ محمود؟ عندك كام سنه؟ 7. 7. مين دول اللي واقفين هناك؟ اختي ومامتي. اختي ومامتي. اختك الكبيره ها؟ بتغلس عليكم؟ بتعمل ايه؟ لا بترحم عليا. ايه؟ ساعات بتزهق لنا وبتطردنا من اوضتها. من اوضتها؟ انتوا بتخشوا اوضتها وتعملوا ايه؟ بتتفرج على التلفزيون. هو التلفزيون في اوضتها؟ ما عندناش. طب وانتوا عندكم كام تلفزيون في البيت؟ اثنين. واحد فين وواحد فين؟ عند مامتنا وعندها. عند مامتكم وعندها. طب تعالوا بقى نروح هناك نتناقش مع مامتكم في هذا الموضوع الحيوي. وانت حاطه التلفزيون في اوضتك ليه اصلا؟ وانت حاطه لها التلفزيون في اوضتها ليه؟ هي اوضتها عباره عن الليفنج. اه طب لفوا بقى كده اهو. هم اوضتهم لا 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 بصوا للكاميرا بصوا بصوا كده اهو عند الانكل اللي هناك ده هناك كده اهو. ايه بقى القصه؟ هي اوضتها كانت سفره فقلبتها بقت ليفنج واوضتها فحاطين فيها التي في بتاعها. طبعا انت مش عايزاهم يتفرجوا على الحاجات اللي انت بتتفرجي عليها. أيوة. انت بتتفرجي على ايه؟ ودايما بيجيبوا كرتون بتفرج معاهم عادي. طب انا هقول لكم والتلفزيون التاني فين؟ لا عندي بقى في اوضتك. طب هما ايه موقفهم ايه من الحياه يعني؟ لا هما عندها. طيب احنا هنتفق على اتفاق. مش معنى التلفزيون عندك في كمبيوتر؟ لا كمبيوتر احنا اساسا بيصور عليكم. اهباط. هو انت فاكرهم هيسكتوا لك يا حاجه؟ بصي يا حبيبتي احنا هنقسم التلفزيون اللي عندك بما ان هو في اوضتك خلاص. انت بتتفرجي على التلفزيون كام ساعه في اليوم؟ مش بتفرج عليه اصلا. احنا في دراسه. في دراسه ساعه يعني ساعه. يبقى هي نص الوقت وانتوا نص الوقت بالاتفاق مش بالخناق. ايه بقى بتقولي المشكله في ده وبتشاور عليك؟ ايه مشكلتك في الحياه؟ اولا هي مش بتصدق حد بيقول لها حاجه
يعني بعد بكرة مثلا بتنسيها بتنساها فمش بتعمل الشرط ده. لا هي مش هتعمل كده تاني. بقول لك انت اسمك ايه؟ جودي. جودي اخواتك الصغيرين ما تبقيش ما تتخميش عليهم. يعني هما بيرخموش وهما بيرخموا برضه. لا عشان هما صغيرين برضه. انتوا الفرق بينكم كبير قوي اصلا. انت عندك كام سنه؟ انا عندي 12. وهو؟ انا عندي 7. طيب يعني الفرق بينكم 5 سنين كتير. وانت مادموزيل؟ ها؟ تسمع في جمله بيقولها حلوه قوي. ايه الجمله؟ منشكح انشكح منشكحوش منشكح بدرخي المنشاكين. يا لهوي على المنشاكين ده. انا منشكح انشكح منشكحتوش في حياتي. وانت مش عايز تقول حاجه؟ انت بتلعب رياضه؟ كوره كنت بلعب. كنت بتلعب ليه؟ كنت ليه بطلت؟ لا تايكوندو تايكوندو. طب ارجع العب تاني. وانت بتلعب ايه؟ تايكوندو. انت بتلعب ايه؟ كنت بلعب سباحه بقى. وبطلت ليه؟ مش عارف عشان دراسه ساعه الموضوع الكورونا ده. لا نرجع تاني خلاص. نورتونا وشرفتونا. سقفوا لهم. اتفضلوا اتفضلوا. طيب احنا كده اتعرفنا على فاطمه وادم وتماره وتاليا وملك وفريده وكرمة وحمزه ومحمود. سقفوا لهم كلهم. ميرسي ان انتوا جيتوا لنا. خلونا نشوف فاصل وبعد الفاصل نرجع لكم. هيكون عندنا شو حلو قوي قوي النهارده همتو محضره لنا. بس قبل ما نشوف الشو الخاص بهمتو، اول ما نقول همتو احلى حلويات عندنا في مصر. هم دايما بيكونوا معانا هنا في 4 شارع شريف. ففي منتج هتلاقوه دلوقتي موجود في السوق اللي هو بي كوكونات بالشوكليت وهو في جوز هند. هتلاقوا طعم حلو قوي. والنهارده كل اصحابي الموجودين هيدوقوه، هياخدوا معاهم وهم ماشيين شنط هدايا اللي ورا حضراتكم. ممكن تورونا الشنط اللي امسكوها كده؟ ايوه امسكوها 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 ما تخافوش ارفعوها كده. كل واحد فيكم هياخد شنطه من دي مليانه حلويات همتو. دي عباره طبعا الشنط دي فيها حلويات همتو، والمنتج اللي بنقول عليه النهارده عباره عن بار من الشوكولاته جواه احلى جوز هند ممكن هندوقه كلنا، وكله مواد طبيعيه كالعاده ومطابق لمعايير الجوده. ودايما تابعوا همتو على صفحتهم على فيسبوك واعرفوا اخر الاخبار ايه، واعرفوا كمان ازاي ممكن تشتركوا معانا في عيد ميلاد ولادكم وتعملوا عيد ميلاد ولادكم هنا عندنا في 4 شارع شريف. همتو بقى محضر لنا شو حلو قوي هنشوفه بعد الفاصل. يلا بينا. شاكرين شاكرين شاكرين. 4 شارع شريف 4 شارع شريف. اوفا برافو. سقفوا لهم. أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة. تشا تشا سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. مين اللي بيزغرط هنا؟ زغرط. هلوي. انت جميلة. كل سنة وانت طيبة. يلا. يلا طفوا الشمع. طف كله يطفي الشمع. كله يطفي الشمع ولعوا النور بقى. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. يا رب تكونوا اتبسطتوا عندنا النهارده في 4 شارع شريف. وده كان عيد ميلاد برعايه همتو. وانا اتبسطت ان انا شفت الولاد والبنات اللي كانوا معايا النهارده بيحتفلوا بعيد ميلادهم. اللي عايز يحتفل بعيد ميلاده عندنا هنا في 4 شارع شريف تبعته على صفحتنا على الفيسبوك 4 شارع شريف، على صفحه همتو على الفيسبوك.
ونشوفكم بكره في نفس الميعاد. شكرا لكم، باي باي.